عن مخالفة مرورية، وهذه المخالفة هي غلق المسار الأيمن من الشارع، ودائماً ما نتكلم عنها. والمفروض سائق المركبة، هسه احنا شفنا أحد سائقي توجه إلى الجانب الآخر، والمفروض هذا المسار ينترك، هذا المسار يتوجه إلى اتجاه آخر. السلام عليكم، شلونك أخوي؟ إن شاء الله بخير. احنا شاكرين أولاً التزامك وارتدائك حزام الأمان، وهذا أكيد دليل على وعيك وثقافتك. شنو مخالفتك؟ مخالف؟ إيه، عاشت إيدك. هل تعتقد أنه هذه المخالفة ممكن تكون سبب لغلق مسار وتأثر على أشخاص آخرين؟ شفت الشارع فارغ، هاي وجهة نظرك. على راسي، على راسي. أنا أتمنى لك كل الصحة والسلامة، توجه شوية لي قدام على مود لتغلق المسار. السلام عليكم. تعرف التغالق المسار الأيمن من الشارع؟ راح تقول لي الزحام، صحيح الزحام، لكن كأنت كسائق مركبة لازم تحسب حساب، وإذا نشوف عندك التزام وارتدائك حزام الأمان هذا دليل على أنه أنت عندك ثقافة مرورية. نصيحتك إلى الأشخاص اللي يغلقون، لنفسك وإلى الآخرين اللي يغلقون المسار الأيمن من الشارع. يعني هو شيء مو صحيح. شيء مو صحيح، توكل على الله. إحدى المخالفات اللي دائما نتكلم عنها ملازم أول عبد الله. شنو مخالفته الأخ؟ تتفضل إن هنا. نعم. ويذهب يعني إلى محلات تجارية. نعم. أو غير ذلك. نعم. فإحنا هسه راح نتأكد من عنده إذا ما عنده سنوية. نعم. يعني ما مسجل لدى مديرية المرور. نعم. راح نقوم بحجز الدراجة النارية ضمن ساحة الحجز في أبو غريب. نعم. إحنا دائما واجبنا هو نشر الوعي والثقافة المرورية. وتوجيهات السيد معالي وزير الداخلية تتكلم عن الحالات الإنسانية، لكن ضمن ضوابط تطبيق القانون. هسه الأخ عندنا هناية راكن، يعني هسه احنا ايش قد راح يصير لنا مثلا 4-5 دقائق احنا واقفين هناية وهو تاركها، نعتبرها سايد ثاني ورايح. هنا يعني مثل ما نقول شلون المؤمن انه ما بيها هي رقم. نعم. يتركها ويذهب الى ما يخلص شغلته ويروح، وهذا لك بعدين يرجع عليها. احنا نشوف اجراءاتنا اذا كانت مرقمه. نعم. ان حاسبه على الوقوف الممنوع. نعم. هسه احنا ننتظر، هسه ننتظر الى ما نشوف، اذا ماكو نحطها تحت ساحه الحجز. يا الله. نعم. يحق له بالتجوال، والايام الجمعه والعطل الرسميه ما يحق له بالتجوال. هو هذا الرقم لغرض فقط المراجعة لدوائر المرور. نعم. فأكو بعض السائقين المركبات يتجول بها خارج الضوابط، خارج الوقت اللي مسموح به من ضمن مديرية المرور. نعم. فنقوم بتغريمه وتسديد ضمن القاطع، بعدها نطلق صراحة ونوقع على أحسن ما يتغرم. المفروض سائقين المركبات إنه أنت مشتري سيارة جديدة وتقول يا الله، المفروض اروح اسجلها واكمل اجراءاتها، ترى مواقعنا اجراءاتها سريعه، لوحات موجوده، نص ساعه تكمل السنويه، ليش ما تتوجه الى الموقع وتعرض نفسك للمخالفه؟ ايش قد غرامه هذه المخالفه؟ 200,000 دينار. يعني احسن لك 200,000 دينار؟ ومع العلم يعني الاجراءات كل السهله. نعم. باستلام السنويه ما راح تطول عده. نعم. وايضا طبع اللوحات. نعم. يعني ما يقارب 4 أيام إلى 5 أيام تصدر اللوحات له. نعم. احنا اللي مستلم سنويه. نعم. وعده ارقام ورقيه هذا من حاسبه. نعم. نحاسب فقط اللي يحمل فقط المانيفست. نعم. مال المركبه يعني. نعم. ما مراجع الى مديريه المرور. نعم. وللتنويه انه هذا الرقم والفحص المؤقت هذا مو مديريه المرور، هذا. نعم. وزاره التجاره. نعم. يعني القمارك. القمارك هذا يستخدموه لاغراض المراجعه الدوائر المروريه فقط. نعم. أنا مخالف وأنا آسف وأعتذر، وهي آخر. رحم الله والديك، إحنا غايتنا هو خدمتكم. والله بارك الله. لكن بنفس الوقت لازم أنت هم. والله أنا تحترم آسف قوانين آسف المرور. على رأس القوانين. سالم رأسك، أريد تتوجه بدراجتك للأمام، لأن أنت سايد ثاني هسه. توكل.